الأساسية ولا حتى الآن. فترة من الفترات جت بطلت التسويق، وقفنا. الله بعت لنا بيش مؤسسة لما يكون في عليها طلبية وشغل، ولا في المؤسسة هذه شغل، بس بتدخل مصدر رزق إلنا. العبد بتصنع الآن وبتسوق الأشياء اللي بتصنعها، وإحنا بنوجه الناس لإلها. إذا في حدا بده مشغولات تراثية من ساف النخيل بنوجههم إلها وللنساء اللي تعلموا منها عملية ساف النخيل. Pali Plus, from Palestine to the world.